مفيهوش حق يعتبر لبغيبي اقوله فهم ولي التاريخ قوله ايه تاني الخل قال لا شعر الداري وحين ده شخص او فرق شوف هاي قولي هاي ميدا ما صافي انا غنعطيك كاع تيليفون الاول ميدا هني بعي تصبيك تصبيك مباشره يهضر معاك بسم الله صناعة النحاس هذو البائعين كتبع الحلويات والخليع الشباكية شكرا اخويا شكرا يلا الكرومانية الجودة هي رقم واحد والدوزيام بحال دابا هادي ماشي ملي كتخدم كتولي هي الجودة الكرومانية هي السلعة اللي تذبح الجزار فهمتي السلعة اللي تذبح الجزار في الباطوار ما تيتقبش الجلدة ما تيخرجش فيها الضرب ما تيخرجش تيصوب غير بيديه ما تيخدمش الجنوب تيخدم الجنوب غير هنا في القص صافي غير في القص ديال هذا دابا بالنسبه ديال الاعياد كتكون كتكون غير كتبع شويه غاليه ب 600 ب 700 ب 1000 ريال طانه وهذوك الدوزيام حنا تنخدموا حنايا الدوزيام ماشي مشكل عاوتاني تنتعاملوا مع الناس اللي على قد الناس اللي على قد الحال على قد الصح بصح الانسان عاوتاني الانسان ما كيقدش يشري بيع ب 6000 ريال ب 7000 ريال يشري شي بيعات هو ألف ريال هو بالدرجه الاولى بنادم كخصو يقدر الظروف ديال هذا الصانع اللي كيصنع هذا الشيء لانه بزاف ديال المراحل اللي كدوز عليها هذا الجن شي شهرين وحنا كنضربوا تماما وانت كتضبا وتصبر ان شاء الله في هذا الشيء بحال كنتهلاو في ولادنا والله الا كنتهلاو في هذا الجن بحال كنتهلاو في ولادنا ايوا كيقول لك الصنعه الا ما غنات كتستر الشيء اللي كاين يعني حنا صنعت بلادنا الصناعه ديالنا كانت مزيانه عرفتي عندنا واحد الصناعه زعما رائعه ولكن حنا ما كنحسوش بها كتجي كتمشي تشري واحد الصاك ب 300 درهم 400 درهم ما كيسوى حتى حاجه قدام هذا الشيء هذا انا راه يضرب لك شي 10 سنين ما يفنى ما والو هذاك الشيء ولا كاين هو غير باغي الصاكادو ديال غير الصاكادو ديال المدرسه دابا انا يا عندي جوج ديال الوليدات وشريت لهم ذاك الصاك تقطع عامين يتقطعوا لك سبحان الله العظيم كان دابا خديت شي جوج ديال تاخذ هنايا صافي يصفر راسك ما عمرين شي عندك ما تقطعش نهائي هذيك السلعه ديال الشينوا غير الزبل كيبيعوا لا والو هذوك عندهم غير زواق غير زواق تبيع هو هذوك السلعه ديال الشينوا ما ديالنا راه اصليه تبارك الله لا لي بوطات ولا الشراب الاصليين ولا هذا الزيواني عاوتاني جي ديال الناس هذا ديال العنز يعني دابا دابا هاد الزيواني هو هادي تبارك الله هذا هو الزيواني جد ديال المعيز هذا ديال البقر هذا ديال الغلمي هذه المضباغه مدينه فاس هذه هي مدينه فاس العريقه هذه هي هاد كارت بوستال يعني راه مصمم على هاد دار الطبغ وهذه هي دار الطبغ الاصليه ها هي دار الطبغ الاصليه ها انتوما شوفوا هي داكشي رائع اللي ما كيجيش يزور مدينه فاس يجي يزور مدينه فاس ويشوف هاد دار الطبخ وهاد الصناعه التقليديه هادي الطلعه ديال الباب مفتوح هادو هما الصناع تقليديا نشوفها هاجا كارت بوستال هيا تصميم يعني تصميم ها هو كذا نقبتكم هذه كارت بوستال هذه الاصل
هادشي هادي الزنقة اللي كتدخل دار الطباخ فين كيصبغو هادو الطروش فين كيهبطو لدار الطباخ هادي هي صناعة النحاس هاهي في بلاصه ديال التوب Great. Excuse me.